الكثير منا يسمع حكايات عديدة حول الغرق والنجاة، فأمواج البحر الهائجة كانت سبباً في موت الكثير من الشباب الذين يهوون السباحة والمغامرة. بعض الشباب تمكنوا من النجاة بأعجوبة، لذا سنتحدث اليوم عن قصة أشبه بالخيال حدثت مع شاب مقدوني، فحكايته مشابهة لحكاية فيلم كاس أوي الشهير الذي يدور حول قصة رجل سقطت به الطائرة في المحيط أثناء رحلته، ووجد من الكرة الرفيق الوحيد له في المكان. كرة طفل تنقذ شاب، هي حكاية نجاة رجل تحدى أمواج بحر اليونان للوصول إلى شاطئ الأمان. والحديث هنا يدور عن سائح يدعى إيفان من مقدونيا، عمره يبلغ 30 عاماً. فخلال هذا الصيف اختار شواطئ اليونان لقضاء أوقات سعيدة لم يكن يعلم أنها ستكون صعبة عليه بسبب قوة التيار الذي سحبه إلى عرض البحر قبالة ساحل كاساندرا اليوناني. كان إيفان مع صديقين يسبحون قرب الشاطئ واختفوا إثر التيار، وهنا أعلنت قوات خفر السواحل اليوناني فقدان إيفان في البحر بعدما عجزوا في العثور عليه. وعندما ظن إيفان أن نهايته ستكون غرقاً في البحر، جاءت الكرة لتكون أمله الوحيد في هذا المكان الصعب. فهذه الكرة دخلت البحر قبل 12 يوماً حين كان طفلان يلعبان بها على أحد الشواطئ اليونانية، حيث سحبتها الأمواج لمسافة 130 كيلومتراً في البحر ليشاهدها إيفان ويتعلق بها خلال صراعه مع الأمواج العنيدة. استغلها ليستريح قليلاً بعدما تعرض له من تعب شديد حتى يتمكن من البقاء فوق الماء لوقت أطول. لم ينتهي هذا الصراع من أجل النجاة حتى 18 ساعة متواصلة، ولحسن الحظ شهدته مروة حية تتبع للقوات الجوية اليونانية، وبالفعل وصل رجال الإنقاذ وانتشلته من الماء. في ذات الوقت كان متمسكاً في الكرة وكأنها صديقته الوحيدة التي لا يريد التخلي عنها ليحتفظ بها طوال حياته. تعرفت والدة مالك الكرة هي وابنها على لعبته حين كانت تشاهد الأخبار على التلفاز، وتحدث إيفان أمام وسائل الإعلام قائلاً: على الرغم من كونها نصف منتفخة إلا أنها ساعدتني في البقاء على قيد الحياة. تعلمنا هذه القصة الواقعية الغريبة أن بعض الأشياء مهما صغرت قيمتها إلا أنها قد تكون سبباً في الوصول والنجاة من الصعاب.